السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقر مسؤول الاتحاد السعودي لكرة القدم على عدم تقديم ملف من أجل استضافة مونديال 2030 مع مصر واليونان في الفترة المقبلة. وبحسب ما نشرته جريدة ماركا الإسبانية، فإن فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية أبلغ نظيره في مصر واليونان بالتراجع عن فكرة تقديم ملف من أجل استضافة مونديال 2030 بسبب قوة الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الملف المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال يواجه منافسة فقط من تشيلي والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في سبتمبر من العام 2024 عن مستضيف مونديال 2030.